السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا محمد بن عبد الله خاتم المرسلين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بسم الله ما شاء الله لا قوة إلا بالله، أستغفرك ربي وأتوب إليك. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليك. مباراة نادي الزمالك والاتحاد السكندري، المباراة انتهت بفوز نادي الزمالك بهدف مقابل لا شيء، لكن مباراة بيشوبها طبعا زي ما احنا عارفين نادي الزمالك لعبة نادي الزمالك الاخلاق يوك، مفيش ولا روح رياضيه ولا اي شيء، يعني دايما في احتكاكات مباشره ما بين لاعبين نادي الزمالك. المباراه انتهت بشكل يعني سيء جدا باحتكاك لاعبي نادي الزمالك مع لاعبي نادي الاتحاد السكندري، وحمد الونش واحتكاكات، وابو جبل ما اعرفش نزل المباراه ليه، وحمد النقاز، واعتقد هنستنى نشوف العقوبات اللي هتوقع على نادي الزمالك او على نادي الاتحاد. وطبعا كان في احتكاكات طوال المباراه ما بين محمود علاء وبين اللاعب خالد قمر. المباراه زي ما قلت حضراتكم مباراه يعني مستواها اقل او دون المستوى، يعني مستوى قليل جدا، ما فيهاش غير الهدف اللي احرزه مصطفى محمد. الكرة تسديده مصطفى محمد مش تسديده قويه يعني، لكن الكوره عملت بند قدام عماد السيد بسذاجه من عماد السيد، الكرة دخلت هدف. هو الهدف الوحيد في المباراة، هي اللعبة الوحيدة تقريبا المؤثرة ما بين الثلاث خشبات باستثناء كده لعواد تم اختباره، يعني باستثناء كرة ثابتة لعبها في الشوط الأول خالد قمر سهلة في إيد حارس مرمى نادي الزمالك محمد عواد، الناحية الثانية عماد السيد لم يختبر، وكأن المباراة تم يعني الزمالك استحوذ بنسبة كبيرة على المباراة في الشوط الأول. الشوط الثاني تقريبا معظمه يعني نسبة 25% استحواذ لنادي الاتحاد السكندري، اللعب محصور وسط الملعب، مفيش حلول من الفرقتين، الاتحاد بيحاول لكن ما عندوش اللاعب اللي يوصل، ولاعب زي خالد قمر لمنطقة الجزاء، مفيش اللاعب اللي يخلص، مش يخلص لأن مفيش فرص، يعني فرص شبه مؤكدة مفيش لا للزمالك ولا للاتحاد. مباراة أشبه بمباريات القسم الثاني، يعني مباراة للاستهلاك، تضييع الوقت، استهلاك الوقت، لعبه كله بمنطقة الجزاء. لكن أهم من المباراة ونتيجة المباراة، ميتشو زي ما بقول لحضراتكم كبير، ومع الزمالك لو فضل بالمستوى ده كبيره خمس ست ماتشات كمان، ومرتضى منصور هيقول له مع السلامة، لأن في أي وقت فرق مباراة النادي الأهلي وسموحة مفيش مقارنة من فرق مباراة الأهلي وسموحة ومباراة الزمالك والاتحاد. الفرق إن الأهلي كسبان 1-0 وأنت كأهلاوي حاسس إن أنت ممكن تحرز أي هدف في أي وقت، يعني هدف تاني وتالت، وما عندكش قلق إن ممكن يجي هدف فيك يعني بسبب أداء الأهلي والفرص الكتيرة اللي ضاعت. نادي الزمالك بالعكس، يعني أعتقد الزملكاوية قاعدين وحاطين إيديهم على قلبهم زي ما قلت لحضراتكم لآخر دقيقة، لدرجة إن كان فيه شبه ضرب جزاء على نادي الزمالك، يعني مش مؤكده، يعني كره تعادل اكثر من لقطه، ما تاكدتش ان الكره لمست ايد اللاعب ولا لا، لكن كانوا لاعبي نادي الاتحاد بيطالبوا بركله جزاء، الكره اتلعبت ركله ركنيه، يعني لاخر دقيقه الزملكاويه قاعدين على اعصابهم، وخرجت بشكل سيء جدا سلوكيا في نهايه المباراه زي ما قلت لحضراتكم. لكن زي ما بقول لحضراتكم مرتضى منصور كان له تاثير كبير على التشكيل النهارده، ومنه زي ما قال قبل كده بعد مباراه نادي الاهلي اتكلم عن اوباما شبع كوره، اوباما لازم يريح شويه، وبالفعل بقى في اول مباراه بعد كلام مرتضى منصور ميتشو بيسمع كلام مرتضى منصور وبيقعد اوباما اللي نزله في الشوط الثاني، قعد اوباما من بدايه المباراه على دكه الاحتياطي، وكان بره بشيكابالا ما لعبش، ونزل استعان باوباما في الشوط الثاني، برضه من اللعيبه صفقه القرن اذا كما اطلق عليها او كما اطلق عليها خالد غندور محمد اوناج. محمد اوناج ما قدمش ثلاثه تعريف كوره لحد دلوقتي، محمد اوناج اعتقد يعني ممكن لو فضل على مستوى ده صفقه القرن ممكن يتم الاستغناء عنها او اعارتها او تبديلها او مع في انتقالات يناير المقبل. ده ملخص المباراه، المباراه ما فيش فيها كلام ولا حتى فيها فكر، كيلا يعني كابتن طلعت يوسف راجل محترم حاول قدر المستطاع على قد امكانيات فرقته يمتلك نص الملعب، وحاولوا فعلا الاتحاد سيطر لكن دون فعاليه زي ما بقول لحضراتكم. تعالوا بقى ناخد بعض التصريحات بخصوص مباراه النادي الاهلي وسموحه. السيد عبد الحفيظ على مباراه النادي الاهلي وسموحه بعد انتهاء المباراه قال الدوري بطوله النفس الطويل، واحنا كاهلاويه او النادي الاهلي سعداء بالفوز على سموحه. سيد عبد الحفيظ مدير الكره بالنادي الاهلي عبر عن سعادته بالفوز اللي حققه الفريق على حساب سموحه بهدف دون رد في اطار منافسات الجوله الاولى لبطوله الدوري العام.
ورغم زي ما بيقولوا حضراتكم احنا بننتقد السلوك وسوء السلوك الرياضي في مباراه الزمالك والاتحاد، على العكس كان مباراه النادي الاهلي وسموحه يعني مباراه جيده من ناحيه الروح الرياضيه. واضاف سيد عبد الحفيظ ان مباراه سموحه جاءت بعد لقاء السوبر امام نادي الزمالك ب 72 ساعه، وهي الفتره الزمنيه القليله لتحضير الفريق لانطلاق منافسات بطوله الدوري، الامر الذي دفع الجهاز الفني لاجراء بعض التعديلات على تشكيله الفريق مساء اليوم. واكد سيد عبد الحفيظ ان بطوله الدوري هي بطولة النفس الطويل، وإن الأهلي لديه عناصر متميزة في كافة المراكز مما يمنح الجهاز الفني فرصة للقيام باختيار التشكيل المناسب لكل مباراة. وقال سيد عبد الحفيظ وأعرب عن حزنه البالغ للإصابة اللي تعرض لها مروان محسن. مروان محسن ممكن يتم يعني يقعد أو يغيب عن النادي الأهلي لمدة حوالي 8 أسابيع يعني شهرين، يعني الكلام اللي تم تداوله بعد المباراة. تعرض لها مروان محسن هجم الفريق والتي جعلته يغادر الملعب، مشيرا الى ان اللاعب سيخضع لفحوصات طبيه واشعه لتحديد حجم الاصابه، متمنيا الا تكون كسر بالوجه. ورفض سيد عبد الحفيظ التعليق على التحكيم، الا انه شدد على ان اصابه مروان محسن مهاجم الفريق يتحملها طاقم التحكيم بعدما تساهل كثيرا في الالعاب المشتركه التي تسبب احداهما في اصابه مهاجم الفريق وخروجه من الملعب. وبالفعل كان حكم المباراه احمد الغندور ما بيحتسبش حاجات كتير والتحامات كتير في المباراه، وبرضه قال لك مش علق على الحكم بخصوص ضربة الجزاء اللي النادي الاهلي بتاع جيرالدو. واختتم مدير الكوره حديثه واكد ان الفريق سيغلق ملف الدوري مؤقتا ويبدا استعداده لمواجهه كانسبورت في اياب دور ال 32 من دوري ابطال افريقيا والمقرر لها السبت المقبل امام كانسبورت. فايلر بعد المباراه علق على مباراه سموحه وقال لك حققنا فوز مهم على سموحه رغم الاجهاد والاصابه. مع بداية الدوري النادي الأهلي بيمر بحالة من سوء الحظ يعني بالنسبة للاعبين وإصابات، كل مباراة الزمالك اتنين لعيبة بيتصابوا، ومباراة النهاردة سموحة مروان محسن بيتصاب. قال لك ريني فايلر المدير الفني للنادي الأهلي قال إن الفريق قدم مباراة جيدة أمام سموحة على ملعب برج العرب بالإسكندرية في أولى لقاءاته ببطولة الدوري العام. وقال خلال المؤتمر الصحفي إن الأهلي تأثر بشكل كبير، يعني تأثر إن الأهلي تأثر بشكل كبير بسبب خوض العديد من المواجهات القوية أمام كانسبورت والزمالك ثم أمام سموحة اليوم في فترة قصيرة، ولكنه حقق الفوز رغم الإجهاد والإصابات، وهذا هو المهم في هذه المرحلة. بسم الله ما شاء الله، يعني فايلر بيحقق العلامة الكاملة زي ما بيقولوا في المباريات اللي خاضها، بيفوز بنسبة 100%. لعب ثلاث مباريات، كسب كانسبورت 2-0 هناك في غينيا الاستوائية، لعب نادي الزمالك كسب نادي الزمالك وحصل على كاس السوبر 3-2، لعب النهارده امام سموحه وكسب 1-0. يعني الثلاث مباريات اللي لعبهم النادي الاهلي الى الان تحت قياده رينيه فايلر حقق فيهم العلامه الكامله. وقال المباراه شهدت عده فرص للاهلي كانت كافيه لزياده الاهداف مقابل فرصه وحيده للمنافس، واشار الى انه يتمنى ان تكون اصابه مروان محسن بسيطه ولا تؤدي لغيابه لفتره طويله. واكد فايلر ان الجهاز الفني يتطلع إلى تقديم كرة قدم حديثة، لافتا إلى أنه ما زال يتعرف على قدرات اللاعبين ويعمل بشكل مستمر على تطوير الأداء وتصويب الأخطاء مع توفير أكثر من لاعب جاهز في كل مركز. ده فعلا النادي الأهلي محتاجه خلال الفترة المقبلة، وهو يعني تحسين أداء الفراودة وتحسين أداء في تفنيش الهجمة. يعني احنا بتعمل كل حاجة في الكورة، حلول موجودة، الأطراف موجودة، اختراق من العمق أو السروهات كل حاجة موجودة، النادي الأهلي بيعمل كل حاجة، لكن اللمسة الأخيرة اللي ممكن تخلص مش موجودة. حاجة هو هيشتغل عليها ونتمنى له التوفيق واللعيبة تستجيب معاه يعني. أما بالنسبة لمروان محسن زي ما قلت لحضراتكم، مروان محسن اتعرض لإصابة في الوجه بعد تدخل مدافع نادي سموحة بقوة معاه في المباراة اللي انتهت النهاردة وفاز فيها النادي الأهلي. ومصدر داخل جهاز الكره بالنادي الاهلي اكد ان اللاعب اصبح مهدد بالغياب عن الفريق لمده 8 اسابيع، وذلك حتى يلتئم الكسر بشكل تام. يعني هو الى حد ما يعني هم يعني تاكدوا ان هو ممكن كسر في الوجه، فمحتاج حوالي شهرين علشان الجرح او الكسر يلتئم بشكل تام. وقال ان اشعه الرنين اللي هيجريها اللاعب ستحدد مده غيابه بالتحديد ومدى حاجة المهاجم الدولي لإجراء جراحة من عدمه. هل بس مجرد إصابة هيقعد فترة راحة علشان الكسر يلم، ولا هيحتاج جراحة؟ نتمنى له الشفاء العاجل، ونتمنى يكون الأمور ما فيهاش جراحة ولا تدخل جراحي يعني. وقال
ان التدخل الجراحي سيحدث حالا ثبت الاشعه تحرك العظمه من مكانها الطبيعي، اما في حاله عدم تحركها سيتم علاج اللاعب ببرنامج معين تمهيدا لمواجهه لعودته من جديد لتدريبات ومباريات النادي الاهلي القادمه. اذا عجبك الفيديو اضغط لايك وشير الفيديو على صفحتك على فيسبوك وتويتر، ولو بتشوفنا لاول مره اشترك بالقناه وفعل زر الجرس علشان يوصلك اشعارات بكل الفيديوهات الجديده الخاصه بالقناه. السلام عليكم ورحمه الله.